اليوم استمرت مرافعات دفاع الطرف المدني فيما يخص ملف المسمى ملف توفيق بوعشرين. أول نقطة ترتها بالنسبة للمحكمة هو واحد المقارنة بين واقع الضحايا اليوم اللي احنا كندافعوا عليهم، هما نساء تعرضنا للتجار بهن، وقارنته مع واحد الشابة عراقية إيزيدية تسلمت الجمعة الماضية، وحنا اليوم الجمعة الماضية تسلمت جائزة نوبل للسلام، لاعتبار أنها تم الاختطاف ديالها من طرف الجماعة الإرهابية داعش، وتعرضت للاستغلال الجنسي وتعرضت للتجار بها كذلك، والتتويج ديال مسار النضال ديالها والكفاح من باش تمكنات تهرب من هذه الجماعة، تم تتويجها بجائزة نوبل للسلام. في المقابل اليوم وباسم الدين الناس كتستغل الدين وكتعتبر بأن بهاد المرجعية يمكننا نستغلوا النساء ونستبحوا العرض ديالهم ونستبحوا الحرمة ديالهم ونستبحوا الأجساد ديالهم، لأنهم في هذا المنطق عبارة عن سبايا، ولا عبارة أنهم هما كيجاهدوا فيهم بأنهم غادي يدخلوا الجنة إلى مارسوا هذا النوع بالنسبة لهم جهاد. في هذا الإطار أنا درت هذه المفارقة الغريبة بين مجتمعات اللي كتوج نساء ناضلوا في هذا الاتجاه، وبين مجتمعنا اللي ما كيحتضنش هاد النساء وما كيأهلهمش وما كيحميهمش وما كاينش الوقاية من أنه ترتكب جرائم ضد نساء أخريات في مثل الملف اللي هو كيروج اليوم في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.